احمر والاهلي خط احمر. انا كان عندي قاعده كده بقول ان دائما وابدا المنتمي لنادي الزمالك بيحاول يخدم نادي الزمالك من اي موقع هو متواجد فيه، بغض النظر عن ان الخدمه دي عادله او غير عادله، المهم في النهايه ان هو يطبق قاعده ان انا هخدم نادي الزمالك. طيب يا سيدي، بتحط معيار لنفسك؟ اه طبعا بحط معايير لنفسي. القصه ايه؟ القصه الكابتن بشير التبعي اللي استعرضنا له قبل كده تصريحات كتير وكتير جدا من التناقضات فيما هو متعلق بالنادي الاهلي. كابتن اكرامي طلع في احد القنوات الفضائيه وتحدث بوضوح عن المدير الفني لنادي الزمالك وحديثه وتناوله للنادي الاهلي، ازاي انت بتتناول النادي الاهلي وبتتكلم عن النادي الاهلي. فدخل الكابتن بشير التبعي عمل اللي هتشوفوه دلوقتي في الفيديو ده، نشوف الفيديو. ناخد كابتن بشير التبعي طلب المداخلة نجم نادي الزمالك السابق. أهلا بيك يا كابتن بشير. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا فندم، اتفضل. مساء الخير على ضيوفك الكرام، كابتن إكرامي وحش أفريقيا وكابتن محمود فايل. أهلا بيك يا بشير. أهلا يا حبيبي. إزي حضرتك؟ كابتن إكرامي معلش أنا آسف، يعني أنت حضرتك النهارده بتتكلم على نادي الزمالك بتهكم كبير قوي. فا إيه المشكلة؟ مش فاهم يعني أنا يا بشير أنا ما تهكمتش على نادي الزمالك في شيء خالص. تصريحات فيريرا. قول لي إيه هي التهكم اللي أنا تهكمت على نادي الزمالك؟ أقول لحضرتك هو طيب حاضر. قول. كابتن إكرامي يعني أنا في حلقة من الحلقات كنت مع حضرتك. أيوه. وكنا إحنا كسبانين كأس مصر. الأستاذ مهيب لسه بيقول لك يا هارد لك، يعني أنت قلبت الدنيا يعني ومحدش يتكلم، ويعني فاكر حضرتك الحلقة دي؟ فاكرها. طيب المشكلة؟ لا مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة. ما حدش طلع من نادي الزمالك كمهيب يتكلم بالطريقة دي على النادي الأهلي. أولا يا بشير هو اتكلم كل كلام كابتن إكرامي على فيريرا. لا معلش تصريحات كمان على تصريحات فيريرا. ما جبتش سيرة إكرامي. بص كابتن إكرامي، أنت كابتن، أنت على حضرتك على راسي، ويعني في مقاومة كبيرة جدا، بس أنا بقول لك وجهة نظرك كواحد زملكاوي. يعني ايه دخل النادي الاهلي دلوقتي بمدرب نادي الزمالك يتكلم ولا ما يتكلمش؟ هو مدرب نادي الزمالك يتكلم عن النادي الاهلي حاجه؟ ايوه اتكلم عن النادي الاهلي طبعا. لا يا كابتن، لا معلش. الله، مش قال لك ان انا افضل من النادي الاهلي؟ وتشوف الكلام ده في الملعب قبل مباراه السوبر، وقال لك ازاي النادي، وقال لك ازاي النادي الاهلي ما يلعبش الادوار التمهيديه وانا بطل الدوري وكاس؟ هو بطل الدوري وكاس فعلا، هو قال حاجه غلط؟ ايوه. طب ايه دخل النادي الاهلي نقول ان هو الثالث وما بيلعبش في الادوار التمهيديه؟ يا كابتن اكرامي ده انت حضرتك شفت الراجل ده بيتكلم بيقول كده يا كابتن اكرامي؟ ده كله كلام اعلام. الراجل ده اكبر من كده واعقل من كده. يعني الراجل ده اكبر من كده واعقل من كده. يعني معنى كده ان كل التصريحات اللي بيقولها في المؤتمر الصحفي ده غلط؟ لا 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 لا، هو اتكلم الكلام ده في تصريحات في مؤتمر صحفي يا بشير. حاجه والكلام اللي بيتكتب في الاعلام حاجه ثانيه. مش فاهم يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ مش فاهم. نادي الزمالك ايه يعني؟ تعادل مع انبي، ايه المشكله؟ بص يعني خلينا يعني نفكر في الكلام اللي بيتقال. الكابتن بشير التبعي ما عندوش اي حاجه يقولها، هو باختصار شديد ما عندوش حاجه يقولها، وداخل بياخد لقطه حلوه او بيتعمل شو كويس. هقول لك ليه. اولا الكابتن اكرامي تناول تصريحات مدير فني نادي الزمالك بيتعرض فيها للنادي الاهلي، وده شيء طبيعي جدا ومن حقه يقول الكلام ده، والكابتن بشير التبعي قال الكلام ده كتير. بس انت لازم تفكر كده، هو ليه اللقطه دي بتتعمل في التوقيت ده؟ الكابتن بشير التبعي لما عمل اعلان والاعلان بتاعه كان عن هزيمه نادي الزمالك 6-1، جماهير نادي الزمالك انقلبت على الكابتن بشير التبعي، وطلع هو هاجم جماهير نادي الزمالك في نفس البرنامج، في نفس البرنامج هاجم جماهير نادي الزمالك وقال ان القصه مش مرتبطه بنادي الزمالك، ده مرتبطه بيا انا، وكلام من هذا القبيل. فهو خسر ارضيه من جماهير نادي الزمالك وما عندوش ارضيه عند جماهير النادي الاهلي. طب نعمل ايه؟ نروح بعد الخساره نبدا ناخد لقطه حلوه وشو حلو عند جماهير نادي الزمالك، فندخل نقول انت ازاي بتتكلم عن المدير الفني لنادي الزمالك، وكان المفترض المحلل ده مش جاي يأدي او يتحدث عن دور المدير الفني في كل الفرق، ما بالك هو بيتناول نادي الاهلي. فاعتقد الصوره بقت واضحه، ان ما كانش شو، انا بستبعد الكابتن اكرامي من ان هو يتدخل في اي شو، الكابتن اكرامي جد جدا واضح جدا في كل برامجه، لكن البعض ممكن يكون بيعمل شو بشكل معين، وشفنا يعني كميه برامج فيها شو كتير جدا، وشفنا الاتفاقات كانت قبل الهوا ويطلعوا يصرحوا على الهوا، ونوعيه يعني منتشره اليومين دول تقريبا موضه. فاحنا شايفين الكادر واضح جدا، والكابتن بشير عايز تاخد لقطه عند جماهير نادي الزمالك مالهاش علاقه بانك تروح للنادي الاهلي، وعايزك تبقى تتابع. ما ينفعش تقول هو فيريرا قال الكلام ده فين، لان فيريرا قال الكلام ده، انت مش متابع ازاي المدير الفني لنادي الزمالك؟ والله هو عارف انه قال الكلام. انا بحلف لك ان هو عارف
ان فيريرو قال الكلام. أوه. بس هو مش عارف يرد يقول ايه في المداخله زي ما انت قلت يا اسامه، هو داخل ياخد لقطه وداخل ياخد بونت، وحسن فعل كابتن اكرامي ان الامانه ما ادالوش فرصه، وكان شكل كابتن بشير على الهوا وحش قوي قوي، لدرجه ان كابتن مهيب كان مستغرب، يعني مهيب عبد الهادي كان مستغرب انت داخل يا بشير عايز تتخانق. فالمشكله بقى مش في ده بس، المعيار بتاعه يعني نفسه، يعني يا ريت انت داخل تعمل كده وانت راجل بقى طول عمرك بتتعامل بمبدا انا بقعد ما اجيبش سيره الاهلي في حاجه، فيعني حسيت ان كابتن اكرامي راح للزمالك في حاجه حتى لو تخص الاهلي ففرصه، لان انا عندي المعيار ده فانا اللي اعرف اضرب في الحته دي. وانت اصلا يا كابتن بشير بتعمل حاجه غير ان انت بتطلع دايما تتناول النادي الاهلي؟ تعالوا نسمع كابتن بشير اللي ضد تناول نادي الزمالك باي شكل، واللي قال ما حدش يتكلم على الزمالك حتى لو شأن يخص النادي الاهلي، هو اصلا معياره في تناوله الاعلامي عامل ازاي للنادي الاهلي؟ مستواه زي اي فريق عادي جدا، يعني لو ما حدش يعرف ان زي النادي الاهلي او التيشيرت الاحمر هقول فرقه عاديه. في افريقيا المستوى مش عالي قوي بس احسن من الدوري، بس بيكسب. ثواني يا بشير، فرقه عاديه زي النادي الاهلي ازاي فرقه انا عادية؟ شايف كده من وجهه نظري. يعني ماشي، ما انت بتقول فرقه عاديه، دي وجهه نظري انا. لا ما لازم، انا برد علشان ترد على ايه؟ فرقه عاديه يا بشير لما ده النادي الاهلي. دي وجهه نظرك انت. انا بتكلم عن وجهه نظر انا اسف. ايوه على ايه؟ انا شايف الفتره الاخيره في الدوري العام بقول فرقه عاديه. فرقه عاديه؟ في الدوري العام الاداء مستوى السنه دي فرقه خسرانه وتكسب وتتعادل وتكسب بفرقه عاديه. هو مفيش بطل بيكسب في الدقيقه 97 93 برضه، مع احترامي يعني. هو ده النادي الاهلي يا بشير والله. كابتن ياسر انت حضرتك ليك وجهه نظرك ماشي، وجهه نظري، فانت ما تحجرش عليا. اتفضل. يعني انت حقك قول انت عايزه، اتفضل. ايوه ما هو ده فوت وانا برضه نفسي اتفضل. هو الراجل بيعلق وانت من حقك تعلق برضه. نفس القصه. هو لم يحجر، هو بيعلق على كلامك وانت تعلق. تمام، مفيش مواد تعلق بقى. ما انا اخلص كلامي قول اللي حضرتك عايزه يا كابتن. اتفضل ماشي. فهو مختلف تماما زي ما انا قلت مهيب في بطوله افريقيا. بس انت شايف ان الاهلي فرقه عاديه؟ في الدوري المصري؟ في الفتره الاخيره؟ طبعا. عادي جدا، بس طبعا النادي الاهلي بيلعب باسم النادي الاهلي. يعني اسمه لوحده بيخض. بس خلي بالك النادي الاهلي اللي هي الفرقه العاديه لو كسب ماتشاته المؤجله هيبقى رقم واحد، هيبقى الاول. هو لو ما كسبش ماتشاته المؤجله هيبقى هياخد الدوري برضه. هياخد الدوري، وهياخد دوري مش هيبقى رقم واحد، هياخد الدوري. طب دي انت بقى انت بتتكلم عشان اسمه النادي الاهلي. طب يعني انا مش، يعني انا قلت لك يبقى النادي مش عادي، يبقى مش فرقه عاديه. كابتن ياسر خلص كلامي يا كابتن. انا بقول لك والله خلص 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 زمان ما ينفعش يا كابتن. يبقى الاهلي مش فرقه عاديه، نهدى بس. يبقى الاهلي مش فرقه عاديه مستوى كوره. ما انت بتقول في الاخر هياخد الدوري. هياخد الدوري عشان اسمه النادي الاهلي. او يعني عشان اسمه النادي الاهلي. عشان اسمه النادي الاهلي، عشان كل حاجه بتعمل النادي الاهلي. هي بالاسماء. بالاسماء طبعا. طب ما الزمالك اسم كبير. لا مع احترام الزمالك لو فعلا زي ما حضرتك بتقول كده كانت توفر له حاجات كتير قوي 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 فرقت معاه ونفعته في الدوري، حاجات كتير كتير. لكن للاسف لا طبعا، يعني احنا دايما بنحس ان احنا كزملكاويه يعني وكنادي الزمالك ان دايما في حاجه مش طبيعيه بتتعمل ضد الفريق. طب ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. طب هو ليه الاهلي ما خدش الدوري السنه اللي فاتت والزمالك اللي خده؟ انا برضه هرجع اقول اهو، وقلت الكلام ده لو جبت لي حلقه قديمه اقول لك. لا النادي الاهلي اللي خسر الدوري مش الزمالك اللي خد الدوري. هو انا لا يمكن منطقيا اقبل كلام كابتن بشير ده على فكره، اللي كان على الموسم اللي فات بعد الدوري اللي خده الزمالك قبله، الا في سياق ان الراجل بيتعامل بمنطق اتقال قبل كده من احد الناس في نادي الزمالك، وهو فكره ان احنا بندعي ان احنا مظلومين عشان ناخد حاجات اكتر من حقنا. انما مستحيل بعد كم النقاط التحكيميه اللي كان بيحصل وبعد كل اللي الناس كانت شايفاه يطلع بيقول اصل احنا ما بيتوفرلناش وما بيتعملناش اللي بيتعمل للنادي الاهلي. بعيدا بقى عن ان فكرتنا الاساسيه في الفقره ان ده مش بس راي فني، ده اساءه للنادي الاهلي واضحه وصريحه ومباشره. ولما كابتن ياسر ريان بيعترض على الكلام ده الراجل بيقول له يا سيدي ده راي انا حر. نفس الكلام اللي بيتقال ده اتعمل عكسه تماما تماما مع كابتن اكرامي في حاجه طرفها النادي الاهلي. يا كابتن بشير يعني اي عقل يخلينا نشوف اللي احنا بنشوفه في الدقيقتين اللي فاتوا دول؟ ده مستحيل. ده انت بتتكلم في اسقاط ان النادي الاهلي بيتعمل له اللي ما بيتعملش لغيره وبيحصل معاه، اساسا احنا شايفين العكس تماما. وكمان بتقول ان انا حر اقول رايي ما حدش يصادر عليا، ولما كابتن اكرامي كراجل اهلاوي وده الحد الادنى اللي اي اهلاوي ممكن يعمله في لحظه فيريرا بيتهجم فيها وبيتهكم فيها على النادي الاهلي فيطلع يرد في حاجه تخص النادي الاهلي تقول له ان لا مش مقبول ابدا ان انت تتكلم عن نادي الزمالك. يا كابتن بشير اقعد شوف فيديوهاتك اللي انت بتوجهها لبعضها
لان لا يمكن ان انت تقتنع ان اللي انت بتقوله ده كان غير ان انت داخل تعمل شو. وكفايانا بقى يا جماعه اعلام الشو، لان اعتقد اعلام الشو اضر بينا كتير جدا، ومحتاجين نقدم كلام مهني موضوعي الناس تحترمنا واحنا بنقوله. قبل بس ما نختم معاكم، يعني الناس عماله تبعت لنا اسامه على اللقطه بتاعت الحاله بتاعت الداخليه، كلمه ان اللي على الفار قال الاحمر هو اللي متقدم. يا جماعه برضو للامانه المهنيه هنا دايما المقصود بالاحمر هو اللي متقدم الخط الاحمر. لا لا بس ده غلط يا فارس، لان انا سالت فيها خبير تحكيمي قال المفترض ان هو لما بيتكلم ما يتكلمش عن ده بعيدا، بس هو هنا كان بيقول على الخط بعيدا عن طريقه التعبير. ايوه بالظبط، لما ده غلط طريقه التعبير خطا بس اكيد، ولكن هو كان مقصود عليه انما مش مقصود اللاعب. هو مش المفترض ان انا افسر نيته. لا طبعا طبعا، بص لكن هو تحكيميا انا سالت فيها خبير تحكيمي، لا اللي عمله عمرو الشناوي بانه الاحمر سابق ده خطا في المصطلحات طبعا اللي تم تداولها. بص برضو بنقول خطا في المصطلح، ولكن للامانه هو كان يعني ذلك، عشان بس الناس بتقول ده كده يبقى لازم ان انتوا تقولوا ان هي كانت تسلل ما فيهاش تسلل. للامانه احنا قلنا اللعبه فيها شك كبير جدا. عايزين نقول ان حاجات كتيره حبيناها، حاجات كملت معانا منها، وحاجات خلاص ما بقيناش نحبها. انما المؤكد ان النادي الاهلي من اول لحظه في حياتك لاخر لحظه في حياتك هيظل الحب الاجمل والاعظم في كرتك.